استكمالا للحلقة السابقة عن منحة القرآن الكريم سورة القدر إخوان الكرام مع أعظمها من سورة، هنتكلم عن باقي أسرار سورة القدر العظيمة في التحصين، في الغلبة على الأعداء، في تيسير أمر الزواج للمعطلين عن الزواج، في شفاء الأمراض، في تيسير أمور الرزق وقضاء الحاجات. هنعرف التفاصيل أكثر في الحلقة، بس لو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل جرس حلقات أصل العارفين دايما مهمة. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أسرة الغالية، معكم محمد علي. استكمالا للحلقة السابقة هنتكلم عن باقي أسرار سورة القدر العظيمة. الناس اللي ما شافتش الحلقة السابقة هتلاقي رابط الحلقة السابقة، مهمة مهمة جدا جدا في أسرار سورة القدر، هتلاقيها في صندوق الوصف. أول سر هنبدأ به هذه الحلقة وهو كيفية تحصين نفسك عند الخروج من المنزل. الناس اللي بتشتكي من تكرار العين وتكرار الإصابة بالحسد والتعامل مع الأعداء، التعامل مع الناس الخبيثين اللي بيدبروا المكائد ووقعهم ومش عارف إيه، الناس أهل النفاق، عند خروجك من المنزل مجرد أن أنت تضع إيدك أمام الفم وبتقرأ سورة القدر 7 مرات وتمسح على الجسد وتتوجه إلى عملك أو تخرج من منزلك، يحفظك الله عز وجل. ودي المجربات المنقولة عن العارفين وأولياء الله عز وجل، وليها فوائد عظيمة. مش بس كده بتكسبك قبول، بتجعل عندك هيبة وان الكرام. مش بس كده، الناس اللي هي بتشتكي من وجود السحر في الأماكن اللي بيدخلوا فيها ومش قادر ان هو يعمل تحصين، او ما عندوش وقت ان هو يعمل تحصين، انت داخل في مكان وشاكك ان هذا المكان فيه سحر مرشوش، او هذا المكان فيه ساحر، او هذا المكان ممكن يصيبك منه السحر، تقرأ سورة القدر 7 مرات وتمسح على وجهك، ولو قدرت تقرأها 7 مرات وتشرب من المياه أو ترش في المكان اللي انت داخل فيه، بتكون تحصين قوي جدا جدا جدا. وأي جني أو شيطان مهما كانت مرتبته أو قوته، مجرد قراءتك سورة القدر بيفر من هذا المكان ولا يستطيع التواجد فيه. كمان إخواني الكرام، من الأسرار الجميلة لسورة القدر، الناس اللي ليها طلبات عند مسؤولين أو حكام أو ليهم أمور معطلة وفي ناس بتقف لهم في طلباتهم، قراءة سورة القدر بهذه الطريقة بتجعل لخصمك أو للشخص المسؤول اللي انت داخل عندك حاجة حابب ان انت تقضيها أو ينفذها، تقرأ سورة القدر، تضع قبل يكون انت في السيارة في منزلك قبل ما تتوجه، أو في غرفتك قبل ما تذهب للشخص المسؤول، تقرأ سورة القدر بهذه الطريقة، تقرأ سورة القدر 7 مرات وبعدها تقول يا الله يا الله يا الله 7 مرات، وتقول يا الله اللهم إني أتشفع إليك بسيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسورة القدر المباركة، أن تقضي لي حاجاتي من فلان، أو تلجم عني لسان فلان، أو تمنع أذى عني، أو ينفذ لي طلبي، أو يتيسر لي أمري من الموضوع الفلاني، وتدخل على هذا الشخص حاجتك تكون مقضية. دي من المجربات العظيمة عن سورة القدر. لو الناس اللي فاكرة أسرار البسملة اللي اتكلمنا عنها في قضاء الحوائج وقراءتها 50 مرة، سورة القدر ليها سر عظيم بهذه الكيفية وبهذه الطريقة في قضاء الحوائج، نفذوها وتشوفوا منها العجائب. كمان إخواني الكرام، سورة القدر ليها مفعول عجيب في تطهير المنزل من الجن والشياطين. بتشوف خيالات أو بتسمع أصوات في المنزل بتاعك، أو شاكك أن يكون المنزل مسكون، أو بتشوف فيه مثلا شياطين، أو بتشوف كوابيس أو أحلام شيطانية ودائما باستمرار في المنزل بتاعك، بتذهب عند كل ركن من أركان منزلك. جرب، يعني ما تعملش من باب ان هو يعني جرب، بمعنى اللي هو افعل الامر، بس ما تعملوش من باب يلا لما اشوف، القرآن اعظم مني ومن منك ويعني من البشرية كلها من اولها لاخرها، فما تاخدش القرآن الكريم من باب التجربة، لكن اقصد بجرب يعني قوم نفذ. اقرأ سورة القدر 3 مرات في كل ركن من اركان منزلك ما عدا الحمام، ولمدة 3 ايام يحرم على الشياطين دخول المنزل. اخواني الكرام، من المجربات القاطعة. طب انا حابب ان انا احصن منزلي مش بس 3 ايام باستمرار، بجيب ورقة بيضاء بدون سطور زي انتوا شايفينها دي، وبكتب عليها، طبعا ما ننساش مفتاح نجاح الاعمال، والناس اللي متابعانا من زمان عارفة يعني ايه مفتاح نجاح الاعمال. بقرأ على الورقة مفتاح نجاح الاعمال هو الصلاة على سيدنا النبي 19 مرة عدد حروف البسملة، وبقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 19 مرة عدد حروفها، وبعدين بكتب عليها سورة القدر 7 مرات
وخط مهذب ومنظم، واختم بالصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم تحت. وبعد ما خلصت كتابه بعطر الورقه بدهن العود مسك الغزال الاسود، مفيش مشكله، وبعطر الورقه واقرا عليها سوره القدر 30 مره، وعلق هذه الورقه في منتصف بيتي. مش شرط بقى انت تحطها معلقه بوجهها، انت ممكن تغلفها وتحطها مثلا فوق اي مثلا شيء مش واضح لعين. طيب الناس اللي بتشتكي من النزاع والعصبيه ودايما جوزي زعلان مني ودايما احنا بنتشاكل مع بعض، اطفالي دايما في بكاء، اولادي وبناتي دايما بتشاجروا مع بعض، في خناق ما بين الاخوات في المنزل، في خناق ما بيني وما بين اولادي وبناتي، او بناتي بيسيبوني ومش بيسمعوا كلامي، او اولادي مش بيسمعوا كلامي، كل هذه المشاكل قراءه سوره القدر 30 مره على مياه طاهره، اي مياه اللي بيشرب منها افراد المنزل كلها، اقرأ وداوم عليها 21 يوم. حتى لو عندك شخص عاصي أو مدمن أو متعود أنه يعمل أفعال قبيحة بيتغير جذريا من أول أسبوع لشربه لهذه المياه، نفذوا هذه الطريقة وجربوها مش من باب التجربة، يعني قوم بتنفيذها وبعدين تعجب من النتائج بتاعتها بأمر الله رب العالمين. إخواني الكرام، كل العلاجات الواردة في الحلقات أو الواردة في أسرار العارفين يلزم معاها المحافظة على الطاعات، قصرة الصلاة على سيدنا النبي، البعد عن المعاصي والفواحش، المهم جدا ان انا اكون مكسر من الاستغفار والصلاة على سيدنا النبي، وعندي حسن ظن في الله، ده مفتاح نجاح الاعمال كله. يعني عندي حسن ظن في الله، ما تعملش الموضوع اللي هو ايه يلا لما اخد التجربة اللي بقولها محمد بتاع قناة اسرار العارفين. لا يا حبيبي، ده قرآن كريم ودي اسرار من القرآن الكريم وانوار من القرآن الكريم وليها تجليات، والله عز وجل بينظر اليك عند التضرع اليه والتقرب اليه بالقرآن الكريم، فلازم تكون مهذب جدا مع القرآن الكريم. سيبك مني انسان انا خالص، يعني لما تاخد شيء من القرآن الكريم لازم نكون مهذبين معاه جدا، ولازم نعرف ان احنا هنكون تحت النظر الالهي، احنا في جميع الاحوال تحت النظر الالهي، لكن لما تبدا تطلب طلب فربنا سبحانه وتعالى بينظر في امرك، هل يستحق التغيير؟ هل يستحق ان هو يتحسن؟ اذا كان عندك حسن ظن في الله عز وجل كل امورك بتتغير الى الافضل، ما بين كن فيكون، ما بين الكاف والنون، انما امره اذا اراد شيئا يكون له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. الزواج المعطلات او اخواتنا البنات اللي عندهم تعطيل في الزواج او عندهم مشكله في تعطيل الزواج، معانا طريقتين، في طريقه هنذكرها في الحلقه بتاعت النهارده، وفي طريقه هنفردها في حلقه خاصه لان تحتاج شرح وتحتاج تركيز، ما ينفعش ان احنا يعني نسحم الكم الهائل من فوائد سوره القدر في حلقه واحده او في حلقتين. الطريقه الاولى لاخواتنا البنات اللي عندهم تعطيل في الزواج، لازم طبعا مهم جدا جدا قبل تنفيذ اي علاج للناس اللي عندها تعطيل تعمل حلقات الكشف عشان تعرف اصابتها، وايا يكن اصابتك نفذي او نفذ هذه الطريقه بتشوف منها الفوائد بامر الله رب العالمين. ورقه بيضاء، احنا ممكن نعملها على طريقتين زي ما انا قلت، الطريقه الاولى احنا بنعملها على ورقه بيضاء، الطريقه الثانيه اللي هعمل لها حلقه ثانيه ولو انتم عايزينها اتكلم عنها ممكن نكتبها على القميص ابيض او على تيشرت. النهارده احنا هنتكلم على الطريقه الخاصه كتابتها على ورقه بيضاء. بتجيب ورقه بيضاء، اشحنها مفتاح نجاح الاعمال زي ما انا قلت سابقا، الصلاه على سيدنا النبي 19، البسمله 19، بكتب سوره القدر 7 مرات بخط مهذب ومنظم، وبعد ما انتهي من كتابه ال7 مرات اكتب بسم الله الرحمن الرحيم وزيناها للناظرين، اكررها 7 مرات، وبعدين اكتب بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، وتكرر لتسكنوا اليها تكررها 7 مرات، يعني الايه مره واحده ولما يجي ولتسكنوا اليها كررها 7 مرات، واختم بالصلاه على سيدنا النبي وكون الورقه جاهزه معايا، اعطرها بمسك الغزال الاسود دهن العود ما عندكش مفيش مشكله، لكن انا افضل التعطير، وبتقرا عليها الصلاه على سيدنا النبي 100 مره على هذه الورقه، تقرا سوره القدر 30 مره وبتقرا وزيناها للناظرين 70 مرة، وتقرأ الآية الأخيرة تقرأها 70 مرة، وبكده بقت الورقة دي جاهزة معايا وبحملها معايا عند خروجي للأماكن اللي فيها تجمعات أو في الأوقات اللي بيجي فيها مثلا شخص بيتقدم عشان الخطوبة أو الكلام ده أو إن هو الشرفة الشرعية زي ما بنسميها معاك. ممنوع دخول هذه الورقة للحمام نهائيا. طب وإذا حصل ونسيت مفيش مشكلة، بعيد عليها القراءة. كمان إخواني الكرام، سورة القدر ليها فائدة عظيمة جدا في تيسير الأمور وقضاء الحاجات وجلب الرزق وتحقيق الثراء. الطريقة إن أنت بالليل بعد الساعة 12 أو بعد الساعة 1 مساء، والناس اللي تطلع تقول لي أصلا أنا شغلي ما أعرفش، من مجرب عنها ومعروف عنها أنها تتقرأ بعد الساعة 12 الساعة 1 بالليل، اتشقلب بقى يعني اعملها وخلاص. فبتقرأ سورة القدر في ركعتين، يعني بصلي ركعتين لله عز وجل بنية قضاء حاجتي المعطلة أو بنية فتح أبواب الرزق المعطلة أو بنية تحقيق الثراء في حياتي، أنا شخص عنده طموح وحابب أن أنا أنجح في عملي ويكون عندي دخل مادي كبير وتحقيق الثراء وأنفع غيري وأعمل خير وأفتح مشروع وأساعد الناس،
اعمل هذا الورد وداوم عليه بخصوص امور الرزق، والناس اللي بتعاني من ضيق الدخل المادي او الناس اللي عندها تعطيل في الرزق بيشوف النتيجه بتاعته بامر الله رب العالمين في خلال 3 ايام اقصى اسبوع. الناس اللي راغبه في الثراء والرغبه اللي هي عندهم انهم يكونوا اصحاب مشاريع وبزنس واعمال وتجاره ويعملوا خير للناس اللي حواليهم، لازم يكون عندك هذه الرغبه لما تتقدم الى الله عز وجل، وعندك رغبه في ان انت تكون من اصحاب المال، لازم يكون في عقلك وفي تفكيرك بتعمل تجاره مع الله عز وجل، ان انا ربنا سبحانه وتعالى لما يرزقني بالمال او الثراء ان انا هعمل الخير الفلاني، ان انا هزوج البنات الفلانيات الايتام، ان انا هعمل المشروع الفلاني مثلا الناس الفقراء او الناس الايتام او افك كرب شخص مديون، فلازم يكون عندك هذا الهدف، اصنع تجارتك مع الله عز وجل. الطريقه ببساطه ان انا بصلي ركعتين، وفي كل ركعه بقرا سوره الفاتحه طبعا ومره واحده، وبعدين بقرا سوره القدر 100 مره، اخلص اعمل الركوع والسجود، وبعدين بعد ما انتهي من الركعه الاولى بدون تسليم اقوم للركعه الثانيه واقرا سوره القدر الفاتحه طبعا مره واحده، واقرا سوره القدر 14 مره او 100 مره تاني عشان الناس ما تتلخبطش. في الركعه الاولى الفاتحه مره، سوره القدر 100 مره، الركعه الثانيه الفاتحه مره، سوره القدر 14 مره او اقولها 100 مره، انا افضل ان انا اقولها 100 مره. بعد ما بخلص انتهي من 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 الركعتين اسلم، استغفر ربنا 100 مره، وبعدين اسجد اقرا سوره القدر تاني 30 مره، واختم بالصلاه على سيدنا النبي واطلب الحاجه بتاعتي. الناس اللي بتعاني من الفقر او قله المال او الدخل زي ما قلت 3 ايام وبيشوف النتائج، الناس اللي رغبه في الثراء تستمر عليها وتشوف النتيجه بتاعتها في خلال 3 شهور، وارجع واكتب وتابع معانا باستمرار واكتب تجربتك في هذه الصوره المباركه العظيمه في قضاء الحاجات. أتمنى إن شاء الله إن هي تفيدكم، وأنا واثق في الله عز وجل إن كل من يقوم بيها أو يشرع في إن هو يعالج نفسه بسورة القدر هيشوف العجائب منها. ما تنسوش الناس أصحاب تجارب الشفاء، اكتب تجربة الشفاء بتاعتك، شجع غيرك، ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس، اعمل شير وبقوة، خلي الكل يستفاد، الدل على الخير كفاعله. ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام عشان تشوفوا تجارب الشفاء ومنتجاتنا في الأحجار الكريمة، وتتابعوني على الفيسبوك أسرار العارفين محمد علي. السلام عليكم ورحمة